أهلا وسهلا بكم من جديد، أسعد الله أوقاتكم. سنتكلم اليوم في الجزء الأخير من الباب التاسع عن مقدمة حول الصدق. الصدق، عندما نتحدث عن هذا السؤال، الأول الذي يخطر في بالنا هو صدق ماذا؟ عن ماذا نتحدث؟ يفكر العديدون منا في مكونات البحث الخاص بهم أو الدراسات. ربما نقول أن هناك مقياسا معينا صادقا أو عينة صادقة أو غير صادقة قد أخذت، أو أن لتصميم البحث مصداقية عالية، زي ما بنقول نسمع يعني البيانات مصداقيتها عالية، أو الورق المكتوب اللي داخل فيه مصداقيته عالية. لكن كل هذه المقولات غير صحيحة فنيا. المقاييس والعينات وأنواع التصاميم ليست لها مصداقية. القضايا وحدها هي التي يمكن أن توصف بأنها صادقة، القضية البحثية. فنيا هنا يجب أن نقول أن المقياس يقود إلى استنتاج صادق، أو أن العينة تتكون من استنتاجات صادقة وما إلى ذلك. يعني البيانات اللي بدها تصدر عن تحليل العينة هي ذات الصدق أو غير صادقة. فالقضايا والاستنتاجات هي التي يمكن أن توصف بأنها صادقة أو غير صادقة، أو فيها خلل أو فيها مشكلة. أثناء عملية البحث نقوم بعمل العديد من الاستنتاجات، والعديد منها يتعلق بعملية إعداد البحث نفسه، ولا تمثل الفروض الأساسية لدراستك أو بحثك. على الرغم من ذلك، هذه العملية توفر هذه العمليات الوسيطة والقضايا المنهجية الأساس توفر الأساس لكل الاستنتاجات الملموسة التي نرغب في تناولها. مثلا يتضمن كل البحث الاجتماعي مقاييس وملاحظات، وهذا للمنفعة العامة. وعندما نقيس أو نلاحظ نكون هل نكون مهتمين بقياس ما نود قياسه فعلا، أو نكون فقط مهتمين بالمدى الذي تكون فيه ملاحظاتنا متأثرة بالظروف التي تجري فيها الدراسة. ممكن أن نصل إلى استنتاجات حول نوعية مقياسنا للبيانات، وهي استنتاجات ستلعب دور مهم في تناول كل القضايا العريضة والملموسة لدراستنا أو لبحثنا. عندما نتحدث عن صدق البحث أو صدق الدراسة، فإننا نعني هنا الاستنتاجات العديدة التي من الممكن أن نصل إليها حول مختلف أجزاء منهجية البحث. سنقسم الصدق إلى 4 أنواع. كل نوع سيتناول سؤال منهجي معين. ومن أجل فهم أنواع الصدق، يجب أن تعرف شيء محدد عن كيفية دراستنا لسؤال البحث. ليش؟ لأنه أنواع الصدق 4 أنواع فعالة في حالة دراسة الأسئلة السببية فقط. وهنا سنستخدم دراسة سببية لوضع السياق العام كمثال. أنواع الصدق 4 المبنية على بعضها البعض، 2 منهم صدق الاستنتاج والصدق الداخلي، عفوا، يختصان بمجال الملاحظات التي نقوم بها. النوع الثالث صدق النموذج، يركز على الارتباط بين النظرية والملاحظة. والنوع الرابع وهو الصدق الخارجي، وهو يختص بمدى النظرية. لنتخيل أننا نود دراسة معينة، إذا كان استخدام الإنترنت يحسن من فهم الطلاب لمقرر معين. يعني هي فرضية، هذا عنوان دراسة، استخدام الإنترنت إذا كان يحسن، هذه فرضية، من فهم الطلاب لمقرر معين أو درس معين. لنفترض أننا أخذنا نموذجين، الأول نموذج السبب اللي هو الموقع، والآخر نموذج النتيجة أو الأثر اللي هو الفهم، وحولناهم إلى واقع حقيقي ببناء موقع إنترنت خاص ملموس، مقياس لتحديد المعرفة بالمقرر. عملنا التنين هذول وبدينا نشتغل على دراستنا. فيما يلي أنواع الصدق 4 والسؤال الذي يتناول كل منهما. صدق الاستنتاج، في هذه الدراسة هل توجد علاقة بين المتغيرين، اللي هي علاقة الإنترنت بالفهم؟ في سياق المثال الذي نحدده يمكن وضع السؤال التالي: هل هناك علاقة بين موقع الإنترنت والمعرفة بالمقرر؟
هناك العديد من الاستنتاجات للإجابة على مثل هذا السؤال. ربما نستنتج أن هناك علاقة معينة، كما يمكن استنتاج علاقة إيجابية، أو يمكن أن نستنتج عدم وجود علاقة إطلاقا. بإمكاننا تقييم صدق الاستنتاج لكل هذه الاستنتاجات إذا أجبنا على هذا السؤال بالبحث تبعنا. 2. الصدق الداخلي. بافتراض أن هنالك علاقة في هذه الدراسة، هل هي علاقة سببية؟ لمجرد أننا وجدنا أن هناك علاقة ارتباط بين موقع الإنترنت والمعرفة، لا يمكننا بالضرورة افتراض أن موقع الإنترنت هو سبب المعرفة أو سبب الفهم. كلاهما يمكن أن يكون نتيجة لعامل واحد. ربما يكون الطلاب اللي وضعهم الاقتصادي أفضل أكثر استخداما لمواقع الإنترنت، وبذلك يتفوق في الاختبار، والناس اللي ما عندها اقتصادها قوي أو اقتصادها يعني فقيرة، الناس الفقيرة ممكن تتأثر وما تستخدم موقع الإنترنت، وبالتالي تفوقهم يكون محدود. هذه علاقات سببية. عندما نود أن ندعي أن البرنامج الخاص بنا أو معالجتنا للبيانات تسببت في تلك النتيجة في دراستنا، علينا الأخذ في الاعتبار الصدق الداخلي لذلك الادعاء السببي. صدق النموذج. لنفترض أن هناك علاقة سببية في هذه الدراسة، هل يمكن أن نقول أن البرنامج يعكس بصورة كافية نموذجنا عنه، وإن المقياس يعكس تصورنا للنموذج المقياس نفسه؟ بمعنى آخر، هل قمنا بتنفيذ البرنامج الذي نود تنفيذه، وهل قمنا بقياس النتيجة التي نود قياسها؟ يعني لازم تسأل نفسك السؤالين دول. هل قمنا بالصياغة العملية الكافية لأفكارنا عن السبب والنتيجة؟ عند نهاية بحثنا نود أن يكون بإمكاننا القول بأننا أنجزنا عملية موثوقة في إطار الصيغة العملية للنماذج المتصورة، ويمكننا قياس صدق النموذج لهذا الاستنتاج. الصدق الخارجي. لنفترض أن هناك علاقة سببية في هذه الدراسة بين نماذج السبب ونماذج النتيجة، هل بإمكاننا تعميم هذه النتائج على أشخاص في أماكن وأزمنة أخرى؟ يعني هل نفترض أن كل المجتمع هنالك سبب بين الدراسة عبر الإنترنت والفهم؟ هل يمكننا التعميم؟ إننا نرغب في أن ندعي أن نتائج البحث الخاصة بنا تنطبق على مجموعات أخرى وأفراد أخرى وأفراد آخرين في مواقف وأزمنة ومجتمعات أخرى وبلدان أخرى وأماكن أخرى، كما أوضحنا في المحاضرات السابقة. عندما نقوم بذلك فإننا نختبر الصدق الخارجي لهذه الادعاءات. أنت تدعي أنه بحثك مطابق لكل الأزمنة ولكل الفرضيات، بدك برهان. لاحظ كيف يمكن أن يكون لكل سؤال في كل نوع من أنواع الصدق يفترض أن نجيب إجابة توكيدية للسؤال الذي يسبقه. هذا ما عنيناه عندما قلنا أن أنواع الصدق مبنية على بعضها البعض. هنالك مهددات صدق ومصداقية لكل استنتاج من الاستنتاجات. هنالك أسباب تجعل الاستنتاج خاطئ. يحاول الباحث هنا تقليص إمكانية قبول معظم مهددات الصدق حتى يجعل الاستنتاج الذي تم الوصول إليه في الدراسة هو الأكثر قبولاً والأكثر صدقاً. مثلاً تخيل أن هناك دراسة تبحث في العلاقة بين قدر معين وكمية معينة من التدريب على تقنية معينة ومعدلات استخدام تلك التقنية، فالنتائج هتكون بنفس الاستفسارات. ولأننا هنا نهتم بالعلاقة فإنها تعتبر موضوع مصداقية استنتاج، لنفترض أن الدراسة أكملت ولم نجد علاقة ارتباط هامة بين التدريب على التقنية ومعدل استخدام هذه التقنية. كيف يمكن أن يكون هذا الاستنتاج خاطئ؟ أو ما هي مهددات الصدق في هذه الحالة؟ أولا، من الممكن عدم توفر المقدرة الإحصائية الكافية حتى أني أنا أقدر أكشف عن العلاقة حتى وإن كانت موجودة. ربما يكون هناك حجم عينة صغير جدا لا يمثل، يعني النتيجة ما ادتنيش فعالية
أو أن مقياس مقدار التدريب لا يمكن الاعتماد عليه، عشان هيك أنا ما وصلت للنتائج. يكون استنتاج عدم وجود علاقة أكثر قوة ومصداقية إذا كان إيش؟ بإمكاننا أن نوضح التفسيرات البديلة حول المقدرة الإحصائية أو حجم العينة والمقياس لا يمكن الوثوق به. هيك أنا بقدر أبرر إنه ليش الدراسة ضعيفة. أخيرا يمكننا القول أن نظرية الصدق وقوائم مهددات الصدق المحددة توفر مقياس مهم ومفيد لتقوية نوعية استنتاجات البحوث.